الغش موجود في كل مكان، وأبرز تلك الأماكن هو ملعب كرة القدم. واليوم جمعنا لكم أبرز لقطات الغش التي صورتها الكاميرات، أتمنى أن تنال إعجابكم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. هذا اللاعب غابريغاس سقط أرضاً، وبينما اللاعب الآخر يسير في الملعب، تظاهر فابريغاس أن ذلك اللاعب قد داس بحذائه على يده، وظل يصرخ حتى يحصل على خطأ، ولكن في خياله، فاللاعب لم يلمسه حتى. هجمة خطيرة كانت مكانها الشباك، ولكن ذلك المدافع تقمص دور الحارس وأخرج الكرة بيده وهو يتظاهر أنه أخرجها برأسه. وبالفعل لم يقتنع الحكم وأعطاه ركلة جزاء وتم تسجيلها ليعود الحق لأصحابه. هذا اللاعب اصطدم بكاكا وارتمى على الأرض، وهو يمثل أن كاكا هو من دفعه بيده، وقد دخل تمثيله على الحكم وصدق ذلك وأشهر البطاقة الصفراء الثانية للمظلوم كاكا، ثم من بعدها الكارت الأحمر. هذا اللاعب تظاهر بأنه تم ضربه أمام المرمى ووقع على الأرض حتى يحصل على ركلة جزاء، ولكن الحكم لم يوقف المباراة وظلت الهجمة مستمرة، وبينما زميله يطمئن عليه وجد الكرة أمامه على طبق من ذهب، فترك زميله وركض ليسجلها هدف، ثم عاد إليه من جديد في لقطة طريفة. شاهد الصدمة على وجه الحارس، شاهد هذه الجملة الرائعة بين كين وسون، فبعدما حصل كين على خطأ أمسك الكرة بيده ومررها بسرعة لزميله الذكي سون الذي كان بدون رقابة، ليركض سون بالكرة ويسجلها هدف. هذا اللاعب تظاهر أن المنافس هو من أوقعه، ولكن الإعادة تظهر أنه هو من دفع اللاعب المنافس بظهره في البداية. ديخيا في مواجهة الأرسنال، فبعد أن تمكن من إمساك الكرة ويبحث عن لاعب ليمرر له، فجاءه لاعب الأرسنال وخطف الكرة من يده وسجلها هدفاً. ولكن من أجمل العلاقات الطيبة بين الناديين ترك نادي أرسنال الكرة لليونايتد حتى يحرزونها هدفاً. هذا اللاعب أمسك بالكرة من تلقاء نفسه وألقاها خارج الملعب لأنه وجد بها عيباً، ولكن لم يخبر الحكم في البداية، وهذا ما وضعه في مشكلة. هذا اللاعب ظن أن الكرة قد دخلت المرمى فرمى نفسه على الأرض حتى يأخذ خطأ، ولكن الكرة كانت خارج المرمى بالفعل، فلا داعي لهذا التمثيل. هذا اللاعب الغشاش استغل أن منافسه قد رفع يده ليقترب منه أكثر ثم يسقط أرضاً، حتى يظن الحكم أن اللاعب هو من دفعه فيحصل على بطاقة. لقد كشفتك الكاميرا أيها المخادع. هذا اللاعب أراد أن يستعيد ذكريات دييغو أرماندو مارادونا في كأس العالم، ولمس الكرة بيده وأدخلها الشباك، وخدع الحارس بأنه قد أحرزها برأسه، حتى زملائه غير مقتنعين. مروغة جيدة وتسديدة قوية وتصد رائع، ولكن ليس من الحارس بل من المدافع، فقد منع الكرة من دخول الشباك بيده، ما استدعى حصوله على الطرد ومنح الفريق الآخر ركلة جزاء. يبدو أن مجهوده لم يضع سدى. هذا الحارس العبقري قد وضع على زجاجة المياه خاصته كل زاوية مفضلة للاعبين في التسديد في المرمى، ووجد أن ماديسون يفضل التسديد في منتصف المرمى، وبالفعل هذا ما حدث، وتمكن من إيقاف الكرة ومنعها من دخول الشباك بفضل ذكائه،
ولكن أتظن أن هذا غش أم ذكاء؟ هذا اللاعب سقط أرضاً وهو يمثل الإصابة حتى يحصل على خطأ للفريق المنافس، ولكن ذلك اللاعب كان أذكى منه، فقد استغل وقوعه وضرب الكرة في يده ليحصل على ضربة جزاء. لقد أوقعه في شر أعماله. هذا الحارس المخادع قام بصد الكرة وأعادها للملعب، ثم قام وعندما وجدها بحوزة المنافس وسيسدد في المرمى وقع مرة أخرى وظل يمثل أنه مصاب حتى يلغي الحكم هذا الهدف. ما زال الحراس يقعون في هذا الخطأ مجدداً، ألم يتعلموا مما فعله رونالدينهو سابقاً؟ هذا الحارس أراد أن يكون لاعب خط وسط تقريباً، فقد خرج لنصف الملعب ليخرج الكرة، وعندما أمسكها المنافس وسددها منعها الحارس بيده وعلى بعد خطوات من الحكم، ولكن يبدو أنه لم يطرد، بل الأغلب أن اللاعب الذي سدد الكرة هو من تحصل على بطاقة صفراء. لاعب ريد بول العبقري هذا لم يلمس الكرة على مكان الركنية، ما يعني أنه قد لعبها ونادى على زميله حتى يلعبها مكانه فأخذها وركض ناحية المرمى ليمررها لزميله الذي سجلها في الشباك بسبب خطة رائعة ومنظمة. شاهد صدمة الحارس مما حدث. النرويجي هالاند في مقابلة مع السويسري سومر، فمن منهم سينتصر في هذه المعركة؟ أوه، يبدو أن هالاند قد أضاع هذه المرة على عكس عادته. هذا الحارس يقوم بتضييق حدود المرمى حتى يقلل من مساحته، وهذا يعتبر غشاً صريحاً. فانتبه الحكم لفعلته وذهب ليعيدها في مكانها الطبيعي، وهذه ليست أبداً أخلاق لاعب الكرة أيها الحارس. يبدو أن هذا اللاعب الذي سقط هو قريباً للحارس أو شيئاً كهذا، فقد اهتم كثيراً بأمره وشرده عن الكرة ليستغل المنافس لحظة شروده ويأخذ الكرة من أمامه ويسجلها هدف. تلك من أجمل اللقطات التي لن تتوقعها، فبعد أن أمسك الحارس بالكرة وقف لثانية حتى يفكر لمن سيمرر الكرة، وكانت تلك مدة كافية لهذا اللاعب حتى يختطف الكرة من يده برأسه ويسجلها هدفا في لقطة عجيبة جدا ولا تصدق. لا تنسى أن تخبرنا برأيك في التعليقات عن أكثر لحظة أعجبتك. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.